مساكم بخير. اللي غادي نديروا لكم القرعه كاينه 36 بارتمان اللي هي بارتمان على قد الحال، هي 52 متر ماشي شي بارتمان اللي هي كاينه اكثر ولا 40 يا كاينه 40 هي راه شافوها الاخوان وقالوا لينا كاينه 84 غادي يهزوا 4 مليون 20000 درهم وبيخلطوها قرعه وبغاو اللي تلقط يديك هزيتيها تستافد منها والناس هنايا ما باغيينش ما قبلوش لهم هذا القرار وعاش الملك الا كان عاش الملك السلطات ديال العاصمه ديالنا اللي هي الرباط وسيدنا بغى هذا القرار لينا على الراس والعين حنا بعد سيد الملك جاتنا شفنا كنتفاجئوا كنتفاجئوا بهذا القرار اللي ما عمرو طبق على شي واحد اللي خرج من قبل منا وحنا عندنا وليداتنا ولكن حنايا عندنا وليداتنا شاد لنا 4 مليون ما دارين لنا حتى حاجه ما دارين لنا والو 4 مليون حنا بغينا نستقروا حنا وليداتنا 3 مليون تاع الخلاصه نتكلفوا نتسلفوا تنخلصوا حنا بغينا الاستقرار 4 مليون ما دارين لنا حتى شي حاجه الله يخليكم شوفوا معنا هذا الشيء هادشي ما عمرو طبق في المغرب كامل المغرب كله كيما تعطوه العرف كيما تعطوه وبين السكن لائق الله يجازيكم بخير ما استا استا سكينة هيا